بالنسبة مبروك لمصر، هي طبعا مبروك غلط يعني في اللغة، مش مبروك، لأن مبروك من الفعل بركة، وبركة لا تكون إلا للبعير، وبرك البعير هو أن ينام على بطنه مادا قوائمة، بيبرك، ماشي الحال؟ لكن الفعل الصحيح من الفعل بارك، ومنه بارك الله لك، فالمفترض أن يقال مبارك لمصر، وهو كذلك يعني مش مبروك لمصر. لا بتكلم في لغة. نعم الحمد لله. طبعا ده انجاز جبار، انجاز حضاري يعني، ما حصلش ان الله المستعان يعني امير الشارقه دافع كم مليون، وكل مؤسسه وشركه دفعت الشيء الفلاني، لدرجه ان في هناك ناس الان يعني اعرف واحده ابنها يعني وقفاه للكوره وبالفعل، لانه بالفعل ودى وعدي يتمر ليل ونهار الكوره، وبقى لاعب محترم، هيجيب لها ما شاء الله، فان الله يرجعنا.